يمكن مسلسل تابعناه كلنا الأيام اللي فاتت وشفناه، وهو مجموعة من الحكايات، لكن الحكاية دي على وجه التحديد حكاية عيشها بفرحة. شفنا يعني متابعة كبيرة للناس ليها، لأن هي في وسط كل الأيام الصعبة دي بتدينا أمل كبير. في كمان كان إشادة للنائبة هند حازم بهذا المسلسل، مسلسل عيشها بفرحة، مسلسل بطولة نجمة هاني عادل وهبة مجدي. والحقيقة يعني الملف اللي بيتناوله المسلسل هو ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والحقيقة إنهم بيتناولوه بشكل موضوعي وواقعي، كل المشاكل اللي بيقابلوها ومعاملاتهم مع الناس، وازاي ممكن الواقع اللي هو احنا بنشوفه صعب ده يكون بالنسبة لهم ملهم ويكون إيجابي. الحقيقة يعني من بداية الحلقات دي 55 مشكلة حب، واحنا بنتابع مواضيع كلها تهم البيوت المصرية، وده مهم الحقيقة، ودايما بتحرص عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلينا ناخد على التليفون النائبة هند حازم عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سيادة النائبة، ويعني مساء النور، ازيك يا هدير؟ اهلا بيكي. تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اشادتك بمسلسل عيشها بفرحه، ازاي شفتي المسلسل وهو بيتناول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل موضوعي وواقعي وايجابي؟ طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. انا في البدايه ما كنتش بتفرج على المسلسل، لان يمكن وقتنا ما بيسمحش قوي ان احنا نعرف نتابع التلفزيون يعني. صحيح. لكن انا لقيت تليفونات جايه بتقول لي احنا قصتك بتتعرض في مسلسل، هو انت حد خد قصتك بيعرضها في مسلسل؟ بقول لهم ايه قصتي، مش فاهمه. فبدات انتبه، فبدات اخد بالي، فبدات اشوف، فلقيت ان بجد الجميله الرائعه الراقيه الفنانه هبه مجدي يعني عامله الدور مش ممكن، يعني تفوقت على نفسها بجد. انا فخوره ان انا وصلت لمرحله انا كنت بتكلم بيها بنادي بيها بقالي سنين السنين، يعني انا مستخدمه كرسي متحرك بقالي حوالي حاجه و20 سنه نتيجه حادثه، وكنت دايما بتكلم بقول انه يا جماعه اللي هيغير ثقافه المجتمع المصري مش الندوات اللي احنا عمالين نعملها في غرف مغلقه. اللي هيغير الثقافه الاعلام والدراما، والدراما اكتر مؤثر في البيت المصري، هو اللي هنغير بيه الكالتشر بتاع المجتمع المصري في نظرته للاشخاص ذوي الاعاقه. انا من 2016 عامله مبادره اسمها الكرسي اسلوب حياه، بدعو فيها المجتمع في تغيير نظرته للاشخاص ذوي الاعاقه وكيفيه التعامل معانا وكذا وكذا. كل اللي بنعمله في مؤتمرات وفي مدارس وفي اوقات مغلقه، مسلسل واحد زي ده يعني يعمل اضعاف اضعاف. وبجد انا مبسوطه جدا 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 بشكل شخصي اولا، وبشكل نيابي من خلال مجلس النواب، ويمكن انا بتكلم بصوت 15 مليون معاق كلهم بيقولوا شكرا بجد للدراما المصريه. ليه؟ لان لاول مره موضوع ذوي الاعاقه يعني الدراما تتطرق له بشكل موضوعي بالطريقه دي. التناول يعني سياده النائبه شفتيه مختلف المره دي، موضوعي بدأنا ناخد من التفاصيل وفي عمق، يعني بالظبط بدأنا من التفاصيل. يعني ايه اللي لفت يعني نظرك يعني؟ هقول لحضرتك ايه اللي لفت نظري. اول حاجه الرم، تطرقوا لفكره الرم بطريقه رائعه رائعه، وانه لازم رائعة يكون موجود وانه ما حدش يركن قدامه والكلام ده. ايوه طبعا احنا في مأساة في الموضوع ده وتدريب الكراسي المتحركه، ان الدنيا ما فيهاش اتاحه. تاني حاجه في جزئيه وتفصيله جميله من هبه مجدي، جميله لما اختها راحت لها مكان التصوير وقالت لها تعالي معايا الحمام، لان انا طول ما انا بره البيت مش عارفه ادخل الحمام. احنا فعلا بنفضل طول اليوم بره، ممكن ما نعرفش ندخل الحمام لان ما فيش اماكن فيها اتاحه للتواليتات لمستخدمي الكراسي المتحركه. التفاصيل بتاعه الريليشن والعلاقه بتاعه الفنانه هبه والفنانه هاني، فعلا المجتمع المصري بيرفض الشخص المعاق ان هو ان الاهل يتقبلوا فكره ان ابنهم يتزوج من بنت معاقه او ان بنتهم تتزوج من شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه. لا بصي المسلسل ما سابش تفصيله تقريبا. انا مبسوطه للاهتمام بالتفاصيل، ده اللي عاجبني. احنا كان ثقافتنا قبل كده عند مستخدم الكرسي المتحرك ان هو قاعد
ومش عارفه كليك. انا مش عارفه كان ليه دايما ان هو قاعد على كرسي وعلى رجليه بصمين. هو دي كان اقصى ده كان شكل التناول الدراما ليه. لكن دلوقتي احنا بنشوف مخرجه ناجحه في قصه حب، بنشوف كل الجوانب الايجابيه للقصه اللي احنا بنبقى شايفينها صعبه، فده اللي يمكن خلق امل كبير عرضه المسلسل للجمهور، علشان كده الناس اشادت بالمسلسل. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده النائبه هند حازم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.